حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حفل الجوائز الرابع. معكم أحمد الدوسري مقدمكم لهذا الحفل في هذه السنة للمرة الرابعة على التوالي، وسعيد جدا ويشرفني ويسعدني أني أنا أكون كذلك جزء من هذا الحفل. إيش رأيكم بدون مقدمات نخش على المرشحين لجائزة أفضل تصميم لعبة؟ Symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the. You can't save her. You can't save anyone. I might be asking too much of you. أنا عارف أنهم مستعجلين يا جماعة الخير، داخلين عليكم بسرعة، ولكن الفائز بجائزة أفضل تصميم لعبة تروح لي ألين ويك 2. أنا من أكبر محبين ألعاب الشوتر لأسباب كثيرة، وأهمها روح المنافسة اللي فيها، وفي هذه الجزئية بنقدم لكم جائزة أفضل لعبة شوتر في هذا الحفل. والآن خلونا نشوف المرشحين. واللعبة اللي فازت معنا هي The Finals. Hello Arab Game Awards. I'm Gustav Tillebe and I'm the creative director on The Finals. The Finals is the first game from Asar and Bark, and it's a game that we poured our hearts and souls into making. And a game that we will continue to work on for a long time to come. It means so much for us that you've played it, and winning this award is a great honor. So from all of us at Embark, shukran. في كثير انواع من العاب الشوتر، في منها اللي تجسس وفي منها الاكشن، في انواع كثيره. في هذه الجزئيه من حفلنا راح نقدم لكم جائزه افضل لعبه اكشن. وخلونا نشوف المرشحين. واللعبة الفائزة معنا هي Armored Core 6 Fires of Rubicon. السلام عليكم، شكرا كثير لدعمكم المتواصل للعبة Armored Core. بتمنى انه الجميع استمتع فيها، وبنشكر Arab Awards على هذه الجائزة. عندي رسالة من منتج اللعبة يوسونوري أوغورا من شركة From Software. شكرا جزيلا على هذه الجائزة المرموقة. نظرا لأنها كانت المرة الأولى التي تعود فيها إلى السلسلة بعد 10 سنوات، فقد واجهنا العديد من الصعوبات وكان هناك الكثير من التجربة والخطأ، لكننا سعداء جدا لمعرفة أن العديد من الأشخاص قد استمتعوا بآخر لعبة لنا في السلسلة. نود أن نشارك تقديرنا مع فريق العمل بأكمله وفريق التطوير الذي عمل بجد ولم يستسلم أبدا، وجميع اللاعبين الجدد الذين أصبحوا مهتمين بسلسلة Armored Core، وكذلك عشاقها الذين كانوا ينتظرون هذا العنوان الجديد لفترة طويلة بحماس هائل.
مع هذه الجائزة كمصدر إلهام كبير لنا، سنواصل تكريس أنفسنا أكثر لتطوير الألعاب، وسنسعى جاهدين لتقديم ألعاب عالية الجودة للجميع. يرجى الاستمرار في دعمنا. شكرا لكم جميعا من From Software. السلام عليكم، حياكم الله، معكم أخوكم محمد أودن، صانع محتوى في اليوتيوب. الجائزة اللي عندي اليوم هي أفضل أنيميشن أو أفضل تحريك. بما أن لي خبرة كبيرة في الأنمي، فالأنيميشن شيء أساسي دائما أركز عليه، وعالم الألعاب بدأ يبدع كثير في الأنيميشن، وهذه السنة تنافس بينها كبير جدا. خلونا نشوف من المرشحين. They're after all of us. Well, if I borrow this? والآن خلونا نشوف من الفائز. الفائز هو هاي فاي رش. ハイファイラッシュでリードアニメーターを務めさせていただきました畠山浩一です。今回アラブゲームアワードとハイファイラッシュに投票していただいた全ての皆さんに感謝申し上げます。ハイファイラッシュではリズムにアニメーションを合わせるという難しい部分もあったんですけれども、そこを評価されベストアニメーションという素晴らしい賞をいただけたので大変嬉しく思っております。今後もタンゴゲームワークスが開発するゲームに期待していただければ嬉しいです。ありがとうございました。والآن مع جائزة أكثر لعبة مبتكرة. للأمانة في الآونة الأخيرة الابتكار صار صعب جدا، لأن الألعاب صارت كثيرة والأفكار صارت محدودة، ولكن هذه السنة جتنا ألعاب ابتكرت أفكار جديدة وعطت تجربة مختلفة. خلونا نشوف المرشحين. والفائز معنا في هذه الجائزة هاي فاي رش. Hi, I'm John Johannes. I'm director on Hi-Fi Rush, and I just want to thank you so much for the most innovative game award this year at the Arab Game Awards. For us, this was a brand new project. We tried a lot of new things, and to know that our attempt at innovating has been so successful is just so rewarding. So thank you to everyone at the Arab Game Awards who nominated for us and for voted for us. And thank you to all our fans in the Middle East who supported us. حياكم الله جميعا في حفل جوائز الألعاب العربية 2023. تأخرت عليكم هالمرة، عادة بتشوفوني أول واحد بظهر على المسرح وبقعد بحكي، هالمرة دخلنا مباشرة مع الشباب ومع الجوائز. لكننا رجعنا هذا العام، رجعنا مجدداً لتكريم أفضل ألعاب السنة. في معلومة ممكن كثير منكم ما بيعرفها عني، واللي هي موضوع المقدمة. نعم، المقدمة هاي اللي عم بحكيها معكم الآن. بالسنوات الماضية كنت لما أطلع على الستيج أو على المسرح وأتكلم عن الأشياء اللي بتخص الألعاب والمقدمة اللي بتقول أحلى ألعاب السنة وألعاب رائعة والسنة كانت مليئة بالأشياء والأحداث الجميلة، كنت جهز الكلام هذا قبل شهر، أحياناً قبل شهرين. في هذا الحفل، في هاي النسخة، ما عرفت شو الكلام اللي ممكن يوصف الوضع اللي صار خلال 2023. لأنه نعم، السنة كانت مليئة بالألعاب الرائعة، مليئة بالأخبار الرائعة، ففيني أقول لك أنه كانت سنة رائعة لعالم الألعاب، لكنها سنة مروعة للعالم العربي. ففي شهر فبراير الماضي ضرب زلزال مدمر أهلنا في سوريا وتركيا، راح ضحيته مئات الآلاف. زلزال آخر صاب أهلنا في المغرب واللي راح ضحيته عشرات الآلاف. ليبيا أيضاً، والفيضان الهائل اللي صار واللي أيضاً راح ضحيته آلاف وعشرات الآلاف. وكيف ننسى الحرب المستمرة إلى يومنا هذا على عدة دول عربية، آخرها غزة
والسودان. كل هالأشياء بتخلينا نرجع مجدداً لحتى نحتفل بالألعاب، نرجع لحتى نعمل حفل الجوائز ويا سلام وأحلى الألعاب، لكن مش سعداء كتير بقدر ما نكون مجروحين. فخلال 2023 أبداً ما كانت سنة سعيدة على عالمنا العربي. فلذلك أبرز شيء فكرت أني أحكيه بهالمقدمة واللي واضح أنه ارتجالية وما نمجهز لأي كلام، هي دعوة. دعوة لله سبحانه وتعالى أنه لما نجتمع إن شاء الله العام القادم يكون وضع العالم العربي أحسن، وتكون كل دولنا العربية بخير وصحة وسلام. أيضاً في تعقيب بسيط بس صار خلال السنوات، بما أننا حفل بكرم الألعاب، أنه خلال السنة صار في كتير مشاكل على الشركات، يعني تسريبات ومصايب وإقالات لموظفين، يعني في كتير موظفين انطردوا من شركاتهم. بتخلينا نفكر أنه ماذا لو المطور اللي عم نكرمه اليوم انطرد من شركته قبل 4 ولا 5 شهور وما رح يقدر ياخذ هالجائزة. فكل هالأشياء بتخلي هاي النسخة من الحفل تحديداً ممكن تكون جريحة شوي، ممكن تكون حزينة شوي، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه الوضع يتحسن في قادم السنين. حفل جوائز الألعاب العربي لهذا العام يأتيكم مقدماً من شركائنا في تيك توك. هني شريكنا الرسمي لهذا العام، الراعي الرسمي لهذا الحفل، وحبوا يقدموا جائزة تدعم صانع المحتوى العربي وتحديداً على منصة تيك توك من ناحية الألعاب. الجائزة اسمها نجم محتوى الألعاب العربي في تيك توك. فيها 8 مرشحين. لو تسألني بقول لك بتمنى لو كانوا 9، أنا 9. ما علينا، راح نشوف مع بعض الآن المرشحين لجائزة نجم محتوى الألعاب العربي في تيك توك. ما تيجي نجرب فانست الروي؟ والله والله تعال نجرب فانست الروي. في لعبة Call of Duty موبايل جدا رهيبة، شوفوا معاي هل السكنات وألوان الأسلحة ما نشوف. What have you become? يو قوي مرة. أوه عندنا روح يمين 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 يمين. C24. المهارة هي مهارة تغيير اتجاه بكل سهولة. اضغ على زر L2. سامي شكلك ما نمتي وفاك فمك. سلامات، ايش اللي صاير معك؟ المشكلة شوي ارقص. الان راح اوريكم مهاراتي في التفحيط في روكت ريس في كراون هانترز. والفائز بجائزة نجم محتوى الألعاب العربي على تيك توك، صاحب الكرت ما بيعرف يفتح الكرت، بشار كي كي. هلا والله، معكم بشار كيال أو بشار كي كي، وأنا جدا فخور بفوزي بجائزة نجم محتوى الجيمينج على تيك توك ولاستلامي هذه الجائزة الرهيبة. كان المستحيل أني أفوز بهذه الجائزة لولا توفيق الله ثم الدعم متابعين الرهيبين وتصويتهم لي. شكرا لكم، شكرا لكل واحد صوت، لكل واحد نشر رابط تصويت مع أصحابه، شكرا لكم من أعماق قلبي. وشكرا لحفل جوائز الألعاب العربي على هذه الجائزة الرهيبة مثل مشايفين، وشكر خاص إلى تيك توك المنصة الأولى للجيمرز على ترشيحهم لي. وآخر شيء حاب أقوله هارد لك لجميع المرشحين الآخرين، والله كلكم تستاهلوها. ومرة ثانية شكرا لكل من صوت لي، وإن شاء الله أكون دائما عند حسن ظنكم. السلام عليكم، اليوم راح أقدم لكم جائزة أفضل قصة. وزي ما تعرفوا القصة هي أحد العوامل المهمة اللي تخليك ترتبط باللعبة وبشخصياتها. وعلى الصعيد الشخصي اللعبة اللي ارتبط فيها وارتبط بشخصياتها كانت Uncharted 4 بسبب قوة قصتها. خلونا نشوف المرشحين. Screaming stops and your mind is gone. The rest, perhaps, is. His silence is my favorite sound. Watch me walk about. Down the whole building! I know I can snap him out of this! We can fight this together! We must stand against the darkness. والفائز هو Alan Wake 2. I
Hello, I'm Clay Murphy, principal writer at Remedy Entertainment, and I want to thank the Arrow Game Awards for voting Alan Wake 2 Best Story. I also like to thank Simone and Molly, all the narrative team. Everyone did a great job developing this game. It's such an important product to us, and I'm so happy to see that people are playing it and enjoying it. And thank you so much again for voting for us. أهلا وسهلا فيكم مجددا في حفل جوائز الألعاب العربي اللي يأتيكم مقدما من تيك توك. تعاوننا في هذا العام أيضا مع شركائنا في ديجيبن وأدفانست إنيشيتيف لحتى نستعرض مجموعة ألعاب عربية قادمة مستقبلا، ألعاب رح تنزل بـ 2024 أو ما بعدها. رح نبدأ الآن مع 3 ألعاب وخلال الحفل رح نشوف الباقي إن شاء الله. استمتعوا. عدد اللاعبين العرب قاعد يزيد بشكل كبير جدا، مما يخلي شركات الألعاب تهتم بتعريب ألعابها وتهتم بتوجيهها للمنطقة. خلونا نشوف إيش الألعاب المرشحة لجائزة أفضل تعريب هذه السنة. هذا الريش لدينا تنحدر من مصر، كانوا يغمسون ريش البلشون في دمشق. Powerful magic that should only be wielded by a select few. We gotta keep moving forward. We will beat this together. والفائز معنا كأفضل تعريب هي Assassin's Creed Mirage. أعزائنا مشاهدي حفل جوائز الألعاب العربي ومحبي أساسنز كريد العرب حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن فرع يوبيسوفت العربي وعن استوديو تطوير أساسنز كريد السراب، نحمد الله أولا وأخيرا ونشكر حفل جوائز الألعاب العربي وطاقمه ومنظميه ولجنة الحكام وكل من صوت من اللاعبين العرب على جائزة أفضل تعريب لعام 2023.
إنها جائزة ذات مكانة خاصة في قلوبنا وقلوب اللاعبين العرب وشهادة نعتز بها. شكر خاص للفنان القدير إياد نصار على أدائه الاستثنائي ولفريق الترجمة والدبلجة في أرليشن على اهتمامهم وشغفهم وللمدقق عبد اللطيف عون على تدقيقه المتفاني ولكل الممثلين والممثلات على جهودهم الجبار. بشكل عام دعم المنطقة لا يقتصر فقط على تعريب الألعاب أو حتى تعديل الألعاب التي تتناسب مع المنطقة. أحيانا يكون في بعض التحديثات اللي تصدر خلال العام أو حتى بعض الإضافات اللي تميز اللعبة. خلونا نشوف إيش الألعاب المرشحة. نبغى ننوه أن هذه الجائزة ما تقتصر فقط على الألعاب التي صدرت في عام 2023 بل لجميع الألعاب التي صدرت خلال السنوات الماضية التي كانت مميزة في دعم المنطقة. واللعبة الفائزة معنا هي Cyberpunk 2077. في حفل جوائز الألعاب اليوم عندنا تكريم خاص لأفضل لعبة رعب للعام 2023. خلونا نقدم لكم جائزة أفضل لعبة رعب. لو سمحت يبا. نعم حفل. أدري 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 يبا أدري إنه حفل بس أبغاك تقدم جوائز الألعاب للبري شو. يعطيك العافية. الله يعافيك. استريحنا. معذرة معذرة. طبعا قدمنا اليوم لكم من خلال البري شو أكثر لعبة منتظرة للعام 2024 وكانت من نصيب لعبة Little Nightmares 3 وأيضا قدمنا أفضل أو جائزة أفضل لعبة عائلية من نصيب Super Mario Brothers Wonders. الآن بستعرض لكم الألعاب المرشحة لجائزة أفضل لعبة رعب للعام 2023. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? الآن خلونا بسم الله نقدم لكم جائزة أفضل لعبة رعب للعام 2023 بسم الله. وتروح الجائزة للعبة Alan Wake 2. Hello Arab Game Awards. This is Sam Lake from Remedy. Huge thanks for the award of the best horror game. Alan Wake 2 is our first venture into the horror genre, and we really, really wanted to find our spin on this genre. This award means so much to us. Thank you. Bah! Spilled my coffee. ألف مبروك لآلان ويك 2 ونشكر سام ليك على ظهوره المميز. مثل ما سمعتوا من ملازلز كان في جائزتين قدمناهم في العرض الافتتاحي أو البري شو. فلو فاتكم خلونا نسمع من مطورين لعبة Little Nightmares 3 بخصوص جائزة أكثر لعبة منتظرة مع مفاجأة لطيفة بالأخير. السلام عليكم. نشكر الجميع على دعمهم المتواصل لسلسلة ألعاب Little Nightmares كلها بأكملها وبنتمنى أنكم تكونوا متحمسين للجزء الجديد Little Nightmares 3. بترككم مع منتج اللعبة كورالي فينيلو. Hi everyone and thank you so much for this award. We are delighted and humbled to see Little Nightmares 3 awarded of the most anticipated game and especially when looking at this amazing list of nominees. Of course, we share this award with the whole team at Supermassive Games and Bandai Namco. Everyone in the team is working very hard to make a great game for you to play with your friends in online co-op and in single player with the AI. It means a lot to us to see all the support from the community, and especially here in Middle East and North Africa, where we know we have some amazing fans.
Lieutenant Masri will be fully playable and localized in Arabic, and we can't wait to show you more about the game. Thank you so much, and stay tuned for more information. اهلا وسهلا فيكم مجددا في حفل جوائز الالعاب العربي اللي ياتيكم مقدما من تيك توك. في حفل الجوائز نحن بنكرم الالعاب العربيه، بنستعرض العاب عربيه ايضا، وبنستعرض كمان العاب عالميه. راح نشوف خلال الحفل ان شاء الله بضعه العاب عالميه، وبعضها ممكن تفاجئكم. What the hell is going on? My name is Taylor Fox. I am a journalist. Farmer Peter Sherman contacted me. He told me about terrifying unexplained phenomena happening on his farm. I went there to investigate, but everything didn't go as planned. Although we agreed to meet, no one was home. From a note, I understood that the farmer's daughter Megan disappeared. His wife Susan started behaving strangely, as if someone was controlling her like a puppet. All the animals on the farm were sick, infected with some parasite. I found out that there was a secret military complex near the farm that nobody knew about. The military was monitoring the Sherman family. Something terrible happened here 30 years ago, after which a series of inexplicable events began. Now, I feel like someone is watching me. Myself into. Who didn't find peace in the afterlife. This is my oath. That's the path you taught me, my love. We're banishers. But when we came to this cursed place, everything changed. I lost you, killed by this dreadful nightmare. This can't be happening. You trained me for this, to rid the world of ghosts and specters. I won't accept it. I can't. There must be a way to bring you back. We are talking about killing people for our own ends, Red. Not saving lives. Not following your banisher oath. Life to the living. Death to the dead. Murder. Plain and simple. How do I do this alone? You're not alone, my love. We'll find a path, and we'll do it together. I don't wanna suffer, I don't wanna suffer, I don't wanna suffer no more. Hello everyone, I'm Philippe Moreau, creative director at Dontnod, working on Banishers, Ghosts of New Eden. On behalf of the team, I would like to express our warm thanks to the Arab Game Awards for their support, and we are so happy to see the excitement from the players. We can't wait for you to play the game on February 13th. We'll be right back.
315B, but they are really not getting the job done there. They're pushing forward, they've got the area, but they don't have the cap. الرياضات الإلكترونية تمر بفترة مميزة وتطورت بشكل كبير جدا في العالم العربي أو في المملكة العربية السعودية بالتحديد. وبما أني المحايد الوحيد بين كل المقدمين هنا، خليني أقدم لكم كل جوائز الرياضات الإلكترونية. خلينا نبدأ بجائزة أفضل فريق رياضات إلكترونية. خلينا نشوف المرشحين. أمامنا أبطال النسخة الثانية من الدوري السعودي. تنهو فينا ما نسى بطولة الأولمبياد وتمثيلنا نادي الاتفاق والدوري السعودي. يا والفريق الفائز لجائزة أفضل فريق رياضات إلكترونية Twisted Minds. السلام عليكم، معكم عبدالعزيز الخشان مدير قسم الرياضات الإلكترونية في Twisted Minds. أشكر عرب جيم أوردز على هذه الجائزة اللي جت بعد مسيرة حافلة بإنجازات عظيمة لفريق Twisted Minds لسنة 2023. نوعد الجمهور في المستقبل بتحقيق البطولات أكثر وأكثر. شكرا عرب جيم أوردز، والقادم أجمل. هذه السنة شفنا تميز كبير جدا في الرياضات الإلكترونية من ناحية الفرق، وأيضا تميز كبير من ناحية الأفراد. كثير اللاعبين عرب أبدعوا وقدموا مستويات مميزة. خلينا نروح للجائزة الثانية عندنا في الرياضات الإلكترونية اللي هي جائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية. شوف المرشحين. على كورة رونالدينيو، يا سلام يا The Prince of Egypt now officially the Pharaoh. He does find one. Overclock for the top from courts. Here he goes. Kuki dead. Plankton dead. والفائز في جائزة أفضل لاعب رياضات إلكترونية كوارتز. السلام عليكم، أنا كوارتز فريق Twisted Minds. أولا أحب أشكر عرب جيم أوردز على هذه الجائزة، وحب أشكر فريقي Twisted Minds على دعمهم لي من بداياتي، اللي لولا الله ثم هم كان ما وصلت للمكان اللي أنا فيه اليوم. الحمد لله يا رب، هذه السنة كانت مليئة بالإنجازات بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي. كل بطولة شاركنا فيها الحمد لله فزنا فيها يا رب، من ضمنها كأس العالم لعبة Overwatch. وأنا أوعدكم بإذن الله أن السنة الجاية والسنوات القادمة جميعها أفضل وأفضل. شكرا مرة ثانية يا رب Game Awards على هالجائزة، يعطيكم ألف عافية. بما أن طولنا عليكم كثير، خلينا نروح مباشرة لثالث جائزة عندنا اليوم، أفضل لعبة رياضات إلكترونية. خلينا نشوف المرشحين. والفائز عندنا في جائزة أفضل لعبة رياضات إلكترونية League of Legends. Salam alaikum. My name is Anim Sumanov, and on behalf of the Riot Games Middle East and Africa team, I'm humbled to accept this award from the Arab Games Award. League of Legends has impacted many lives in the region and has helped us to create and share many amazing memories with our players. Receiving the Best Esports Game of the Year award is truly an honor to us. I would like to thank the Arab Games Award and more importantly our amazing community. Without you, none of this would happen. Hopefully, we will see you soon, all with some amazing news in the horizon. Assalamu alaikum. أنا جوهر العبد القادر.
CEO أحد مؤسسين فريق نومادرويد. بدينا شغل في نومادرويد من 2021 وأطلقنا ألعاب مثل Operation S، شجرة نملة، ورن رن بنياتا. حالياً نومادرويد قاعدين نشتغل على أول لعبة ربحية للتيم وهي كورونيكو. كورونيكو لعبة بازل سينجل بلاير، التركيز فيها على الاسترخاء خلال التحديات. الهدف من اللعبة هو التحكم بالقطة كورو والدحرجة بالمكعب لحل الألغاز. اللعبة تحتوي على 120 مرحلة، 6 عوالم، وكل عالم يحتوي على 6 ميكانيكس وأنماط مختلفة بثيمز مختلفة. اللعبة ستطلق إن شاء الله هذه السنة على ستيم وسويتش. والآن نعطيكم نظرة عن اللعبة، استمتعوا. واو، شيء جدا رائع ان نشوف العاب عربيه مستقله. وعلى سيره العاب عربيه مستقله والتطور اللي قاعد يصير عند العرب، اليوم انا جاي اقدم لكم افضل لعبه مستقله هذه السنه. خلونا نشوف المرشحين. والفائز معنا لعبة Sea of Stars. Hello everyone, it's Thierry from Sabotage, creative director on Sea of Stars. We were delighted to be contacted by the Arab Game Awards to be announced that we actually won Best Independent Game from both the jury and the fans. It truly means a lot for a small team and all small project to see the reach that we're having and the response that we're seeing.
So we wish you all a great continuation of the ceremony, and we hope you're looking forward to more exciting adventures. Thank you. والآن ننتقل لجائزة أفضل لعبة مغامرات. لعبة المغامرات اللي تعطيك تجربة شيقة وانت تلعبها. خلونا نشوف المرشحين. There's something I'm forgetting. Tell you who you must become or where the line is drawn. والفائز بجائزة أفضل لعبة مغامرات هي The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. مستغربين صح؟ كنا هنيك على الستيج قبل شوي، الآن طلعنا على المدرج لحتى نغير المنظور شوي، نفرجيكم الستيج أيضاً بشكل أوسع، لأنه حفل الجوائز لهذا العام بيجيكم من شريكنا الرسمي للإنتاج نوكلير ستوديو، فالجودة البصرية اللي شايفينها قدامكم بهذا الحفل بترجع لمجهودات فريق نوكلير من ناحية التصوير والإضاءة والتلوين وكل شيء يخص الجانب البصري. アラブゲームアワードをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ファイナルファンタジー7リバースプロデューサーの北瀬義則です。ファイナルファンタジー7リバースディレクターの濱口直樹です。いつもファイナルファンタジー7シリーズを応援いただきありがとうございます。ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの第2作目となるファイナルファンタジー7リバースは2024年の2月29日に発売になります。今作はグラフィックやバトルだけでなく様々な新要素も盛り込んだリメイク作品となっております。もちろんシリーズを初めてプレイする方にも安心して楽しんでいただける内容になっています。開発チームとしてもこれまで皆さんが体験したことのないようなプレイ体験を自信を持ってお届けできる内容に仕上がっています。発売までお待ちいただいたこのトレーラーをご覧ください。セブンラス What happened to this place? It was Sephiroth.He wants to finish what he started and rule over the planet. You coming? Way ahead of ya! We have to help them. Let's get to work. You are truly a model soldier. Timo! We can handle this. I will reclaim our world.発売日に皆さんのお手に取っていただくことが待ちきれません。いつか皆さんのお住まいの地域へとお邪魔できると嬉しいです。マルハバアラブゲームアワーズ。どうも皆さんこんにちは。ドラゴンズドグマ2プロデューサーの平林です。同じくディレクターの逸野です。いつも応援をいただいて本当にありがとうございます。ドラゴンズドグマ2は王道ファンタジーの世界で従者ポーンとともに自由な冒険を楽しめます。最新技術が生み出す圧倒的な実在感、グラフィックを通してプレイヤーが思い描くままのアクションをお楽しみいただけるよう制作しています。ドラゴンズドグマ2は本年3月22日の発売を予定しております。現在予約も好評受付中です。皆さんがドラゴンズドグマ2でどのような冒険を体験するのか、我々も楽しみにしております。どうぞ発売をお楽しみに。シュクラーン。
At last! The bell has tolled on the age of the console. The return of the Sovereign. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn all you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Charge and all. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Why dost thou fight? Arisen. You need only believe in your own destiny, Arisen. Show me the path thou wouldst walk. Intend to do what I could not, and fell the dragon true. I would gladly pass all of the wisdom I possess into your hands. مثل ما انتم عارفين الألعاب قاعدة تتطور تقنيا سنة بعد سنة، وكل سنة تبهرنا بابتكاراتها وتطوراتها الجديدة. وعشان كذا عندنا جائزة أفضل إنجاز تقني. خلونا نشوف المرشحين. Lakith blesses me this day. Because whatever lies at the end of this road will change humanity. واللعبة الفائزة هي Alan Wake 2. معلومة أكيد ما تهمكم، أنا من الأشخاص اللي ما ألعب ألعاب الـ RPG، ولكن هذا ما يعني أن ألعاب الـ RPG دائما تكون ميزة ويكون فيها عمق وقصة جميلة. عشان كذا عندنا جائزة أفضل لعبة RPG، وخلونا نشوف المرشحين. How would you feel about helping me kill some evil bastards? The light shines brightest in the darkest of times. To become reality. Even if it costs us our own lives. That's the Crimson Fleet. Everybody get ready. The fleet doesn't follow them. واللعبة الفائزة هي Baldur's Gate 3. Aklan, we are delighted to have won the Best RPG Award at the Arab Game Awards. Thank you very much, everyone who voted for us, both in the jury and among the players. It's a great, great honor, and we are super happy about it. Thank you very much. بتستاهل طبعاً Baldur's Gate 3 واحدة من أعظم ألعاب الـ RPG، ليس فقط في هذا العام، بل بشكل عام. وحديثاً عن ألعاب الـ RPG، تعرفوا سلسلة The Elder Scrolls؟ طيب بتعرفوا سلسلة Fallout؟
هذول السلسلتين بالنسبة للكثير من اللاعبين يعتبروا من أفضل سلاسل ألعاب الـ RPG على الإطلاق. وهذول السلسلتين في بينهم عامل مشترك واحد. هلا هني عدة عوامل، بس في شخص واحد هو اللي كان موجود خلف أجزاء كثير، ابتداء من Fallout 3 مع Fallout، وابتداء مع Morrowind مع The Elder Scrolls. اللي بيعرف أكيد بيعرف، واللي ما بيعرف فنحن عم نتكلم عن تود هاورد، واحد من أفضل صناع الألعاب في العالم. الرجل هذا أنتج وأخرج كتير ألعاب أسطورية، وبالنسبة للكثيرين بتأكد أو متأكد أنه لعبة سكايرم تعتبر ممكن لعبتهم المفضلة. وخلال 25 سنة، خلال كل هالفترة من تطوير هالسلسلتين، الرجل كان في بباله أنه يبتكر سلسلة جديدة كلياً، ابتدأها من هذا العام مع ستار فيلد، واحدة من أفضل ألعاب 2023. تود هاورد بالتأكيد صنع اسمه كواحد من أساطير الصناعة، ونحن بحفل جوائز الألعاب العربي في عنا جائزة مثل ما بتعرفوها اسمها جائزة أسطورة صناعة الألعاب. فلذلك ونيابة عن مجتمع اللاعبين العربي، يشرفني أنه جائزة أسطورة صناعة الألعاب لهذا العام راح أقدمها شخصياً للأسطورة Todd Howard. I was the kid. I was writing games when I was, you know, 12, whatever. And the other kids in the block would say, you know, I'm going to play quarterback for the Cowboys. And I'd be like, I'm going to make video games and everyone's going to play them. Like, you dork. Go back to the chess club. That most of you came here for one thing. Todd Howard! Thank you. And in the world of entertainment, there are very few things as good as Fallout. And one of the great things about having a fully dynamic game engine is all of this just works. It's not, I'm not kidding. Ladies and gentlemen, please welcome legendary game designer Todd Howard. Thanks. For the first time in over 25 years, we're creating a new universe with Starfield. Bethesda Game Studios. That's right. Todd Howard, everybody. This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... Who's laughing now? Yes, I was in the chess club. Thank you to everybody at the Arab Game Awards for just this incredible honor. It is really surreal and humbling to be thought of in this way. And here at Bethesda Game Studios, really, it's all of us. I know, like, you know, I'm accepting the award, but my 30 years here at the studio have just been incredible. It's due to all the incredibly talented and passionate people here that I get to work with that have made these games that we're so fortunate, so many around the world love. From our early days on The Elder Scrolls, which is also celebrating its 30th anniversary this year, to then Fallout, and now just recently Starfield. We are just incredibly blessed, lucky, and overjoyed to be able to do this. So thank you again for this honor, and here's to many more games from us that we hope everybody around the world enjoys. في حفل الجوائز نحن مش بس بنحب نكرم المطورين العالميين، بل ايضا في كثير مطورين عرب ابدعوا خلال السنين الماضيه بشركات عالميه، حابين نذكر اسماء بعض منهم. احمد سلامه، فوزي مسمار، أسامة دورياس، نهى القاضي، علي فرحة. هاي كانت نظرة بسيطة فقط على عدة مطورين ألعاب عرب بشركات عالمية مبدعين، ونتمنى إن شاء الله مستقبلاً نتكلم عن المزيد من إنجازات العرب في شركات سواء عربية أو عالمية.
جائزتنا اليوم واحدة من أهم الجوائز بالنسبة لي. تعرف في مرات لما تخش لعبة وتشوف مشهد مرة رهيب، بمجرد ما تأخذ هذا المشهد وتجرده تماما من الصوتيات والساوند افكتس الموجودة فيه، راح تلاحظ أنه جزء كبير من الرهابة راح يختفي. فعشان زي كذا جائزتنا اليوم هي أفضل صوتيات بلعبة. إليكم المرشحين. والفائز هو هاي فاي رش. タンゴゲームワークスのオーディオディレクター周一小堀です。リードサウンドデザイナーの誠山口です。この度はアラブゲームアワーズにて光栄なことにベストサウンドを受賞させていただき、制作チーム一同大変喜んでおります。本作が世界中の皆さんに楽しんでいただけていることを実感し、大変嬉しく思っています。アラブゲームアワーズとハイファイラッシュに投票していただいた全ての方々、そして中東地域のファンの皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。واحدة من الأمور اللي دائما تصير لي وأنا ألعب إني أكون أتمشى بالعالم حق اللعبة، وفجأة ألاقي مشهد رهيب جدا موجود قدامي، وألاقي نفسي سرحت لمدة ثواني ومرات دقائق وأنا بس أتأمل هذه التفاصيل، وأفكر دائما بنفس الشيء، الشخص اللي سوى هذا المشهد يحتاج جائزة، وهذا اللي اليوم راح نسويه بالضبط، جائزة أفضل تصميم بصري. إليكم المرشحين. On your first day? Can't believe I'm here. Professor Weasley has asked us to... Miles, this is crazy! والفائز بجائزة أفضل تصميم بصري تروح Alan Wake 2. حياكم الله مجدداً في حفل جوائز الألعاب العربي اللي يأتيكم مقدماً من تيك توك. اللي بتابعنا وبيعرفني غالباً بيعرف أني في قديم الزمان نزلت مراجعة على لعبة اسمها هجولة. هجولة تعتبر من أنجح الألعاب عربياً من ناحية عدد التحميل وعدد اللاعبين. وخلال السنوات الماضية استوديو ربابا جيمز عم يشتغل على الجزء الثاني من هجولة، واللي راح يكون فيه عدة تحسينات عن الأصلية، بما فيها البيئات والجرافيكس والصوتيات والأهم وزنيات السيارات. بتشرف بالتعاون مع ربابا جيمز لاستعراض هجولة 2 بتريلر حصري للحفل. Thank you.
ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. Things blew up, we're bowed in doubt. Oh no, my bully boy is blown. الألعاب العربية الرائعة ليست فقط اللي راح تنزل مستقبلاً، نحن حابين نتعاون مع جميع المطورين العرب لحتى نعطيهم المساحة أو المنصة لاستعراض ألعابهم. فلذلك في عنا هيك جزئية بسيطة فيها أبرز الألعاب اللي صدرت خلال 2023 من مطورين عرب. Well, soldier, you aren't a complete waste of space after all. إنجازات العرب في الألعاب لا تقتصر فقط على شيء واحد أو اثنين، وبالحقيقة بال2023 تحديداً كان في كثير إنجازات سجلت باسم العرب. واحد من هالإنجازات جداً قريب إلى قلبي لأني حضرته شخصياً، كنت بأرض الحدث لما صار. في نوفمبر الماضي سافرت إلى لوس أنجلوس بأمريكا، وهنيك كان في معرض بليسكون. بمعرض بليسكون كان في بطولة للعبة أوفر واتش، كأس العالم لأوفر واتش، واللي فاز فيها المنتخب السعودي بكل جدارة واستحقاق وبسيناريو خرافي بالمباراة النهائية. فلذلك تقديراً مننا للمنتخب حبينا نعطيهم فقرة بسيطة لحتى يتكلموا فيها عن إنجازهم. خلونا نسمع من مدرب المنتخب السعودي لأوفر واتش وليد الشمالي. هلا وسهلا، أنا وليد الشمالي مدرب المنتخب السعودي لعبة أوفر واتش. في سنة 2023 قدرنا أنا والفريق نتأهل لنهائيات كأس العالم. طرنا من السعودية مسافة 16-17 ساعة من مطار جدة إلى مطار لوس أنجلوس. اللي كان في بالنا وقتها صراحة أن نمثل المنتخب السعودي أفضل تقديم. صارت لنا مشاكل كثير بعد التصفيات، صارت أكثر من مشكلة، منها الأكثر سالفة اشتهرت يعني باند يزن، وقبل البطولة تبند لاعب زي ون. الأشياء هذه ممكن أنها خلنا نقول أثر على أي فريق، لكن الفريق البطل ما يأثر عليه شيء. الحمد لله كان عندي رجال واثق فيهم تمام الثقة ان بنقدر ان شاء الله نقدم اللي علينا وزيادة. قدرنا ان نتأهل بصدارة المجموعة، فزنا على منتخب امريكي اللي كان حامل اللقب في النسخة الماضية. حقيقة كان عندنا دعم جدا جبار، دعم من جمهورنا العظيم، الشعب السعودي العظيم اللي يقدم لهم تحية الصدق. الكل كان يدعم، اللي له في الاي سبورت واللي ما له في الاي سبورت كان جدا داعم. احب اشيد ايضا بالاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه قياده سمو الامير فيصل بن بندر، صراحه دعمونا وكانوا سند لنا. الامير فيصل بن بندر كان موجود هناك في ازل، وبعد ما انهينا المجموعات بالصداره بعد الفوز على بطل العالم السابق، فزنا ايضا على المنتخب الفرنسي والياباني، قدرنا الحمد لله نتاهل للادوار النهائيه والادوار الاقصائيه. بعدها نجي للمباراه اللي وترت ناس كثير، خوفت ناس كثير، مباراه فنلندا. فنلندا كان خصم جدا صعب، فنلندا من اصعب الخصوم اللي واجهناهم في كاس العالم، من اكثر الفرق المرشحه انها ايضا توصل للتوب 3، وضعهم من وضعنا. لكن الحمد لله قدرنا نفوز على المنتخب الفنلندي نتيجه 3-2، ولو ان خوفناكم شغله جميله اسمها سي ناي. وبعدها وصلنا للنهائي الحلو، نهائي فعلا اللي كان حلو،
نهائي اللي ما كنا مخططين الصراحة انه ممكن نوصل لهناك. كنا بصوت واحد نقول للشباب انه ليش ما نحلب، لكن كانت اول مشاركة لأغلب الروستر وانا اولهم. منتخب الصيني هو اقوى منتخب في العالم وقتها. بدينا النهائي وللأسف بديناه بأسوأ طريقة ممكنة، تأخر مو 1-0 نتأخر 2-0، والأغلب توقع اننا خلاص خسرنا البطولة، صرنا وصيف، يعطيكم العافية شباب خلونا نمشي ارجعوا لأرض الوطن. لكن لاعبين الأساطير كان لهم كلمة ثانية. Into the meteor strike. Caicedo has that graffiti flux. Is that leaf inside of it? That doesn't matter. The plucky upstarts have taken a map off the team from China. Shine, but there's no way that's going to be enough. And we wouldn't have it any other way than a map 5 in a World Cup final. He was up for China, but Goose Way! He feeds himself to the beast. And now Saudi Arabia can bask. The day has gone every step of the way. لعيبة قدروا يرجعون في الجيم من 2-0 ل 3-2. كمباك أقل ما يقال عنه سيناريو مجنون يخلد في كتب التاريخ، وثبتنا أن السعودية تقدر تسوي أي شيء تبغاه. الشعب السعودي إذا حط شيء في باله يجيبه، واليوم نقدر نقولها والرأس مرفوع، السعودية في أوفر واتش أفضل منتخب في العالم، وأكيد طبعاً We made it. Guys, why we don't dream? We dream it and we make it true. It came true now. Saudi Arabia is the champion of the World Cup of Overwatch. We made it! We made it! We made it! عدنا إليكم من جديد. حياكم الله جميع. أخوكم سفانا جيمر راح يقدم لكم اللعبة الحاصلة على أفضل لعبة رياضية في سنة 23. بحكم سيفاني جيمر موجود راح يقدم لكم هذه اللعبة، ممكن تكون لعبة كرة قدم، ممكن تكون لعبة كرة سلة، أو ممكن تكون لعبة دراجة هوائية، لكن باختصاصي ممكن تكون لعبة سباق سيارات أو لعبة دراجة نارية. خلونا نشوف مع بعض. واللعبة الفائزة معانا في هذا الحفل لأفضل لعبة رياضية، لا صدق والله، لعبة فورزا موتور سبورت. On behalf of Turn 10 Studios and our partners, thank you so much for this amazing recognition of Forza Motorsport. And of course, to all of our fans worldwide, we couldn't have done this without you. Let's go Forza. راح ننتقل الآن إلى أفضل لعبة جماعية، سواء كانت لعبة أونلاين أو كانت لعبة تعاونية. خلونا نشوف المرشحين. الفائز هو ديابلو 4. Hi everyone. I'm Joe Shelley, game director for Diablo 4, accepting this amazing award on behalf of our team. It is such an incredible honor and so humbling to have won the award for best multiplayer game, especially in a year with so many incredible games. We appreciate the fantastic response from the community and want to extend our gratitude to the Arab Game Awards and our Arab audience for their continuous support and enthusiasm for Diablo 4. From the entire team at Blizzard Entertainment, I just want to say shukran to you all and to the Arab Game Awards. حياكم الله جميعا مجددا في حفل جوائز الألعاب العربي اللي يأتيكم مقدما من تيك توك.
رجعت لكم من جديد هالمرة. تيك توك ليس شريكنا الرسمي الوحيد لهذا العام، بل أيضا في شريك آخر جدا قيم لإنتاج الحفل، فولف، واللي موجود الآن على مسرحهم، على المسرح الجميل جدا هذا اللي موجود بفرع واجهة روشن بالرياض. نشكر فولف لدعمهم في إثراء محتوى الألعاب المحلي عبر تمكين ليس فقط اللاعبين بل أيضا صناع المحتوى والشركات وتوفير المكان المناسب لإطلاق العنان لإمكانياتهم. ولازم أبدأ إعجابي مرة أخرى بمسرحهم الرهيب جدا، وطبعا تعاوننا معهم بهذا العام بالتأكيد زاد من جودة الحفل. الأداء التمثيلي هو أحد الفنون اللي تتطلب وقت وجهد وموهبة في بعض الأحيان علشان يتقنها الممثل، وكون الممثل جالس يقدم دور لشخصية يظهر بها داخل فيلم أو لعبة أو مسلسل وينغمس فيها ويجسدها بكل تفاصيلها ومشاعرها وأحاسيسها، فهذا أمر ما هو سهل إلى حد كبير، بل إنه في بعض الأحيان يضطر الممثل إنه يقدم أداء التمثيلي من خلال أداء صوتي فقط، فتلاقيه جالس يبذل جهد مضاعف علشان يقدم كل مشاعر وأحاسيس شخصيته من خلال أداء الصوت فقط. وقبل ما نروح ونشوف الاسم الفائز معانا بجائزة أفضل أداء تمثيلي لهذه السنة، خلونا ناخذ نظرة على أسماء المرشحين. عرفني فلاذ بصقر يسمى إنكيدو، قال إن بيني وبينه كثيرا من الخصال المشتركة. Follow the path she laid out for you, and I will kill you myself. I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. The riches, brother. We've spent lifetimes controlling our hunger. They're all but feral. Why don't you pop some more pills and say what you really feel? Hey, don't. I'm busting my ass out there trying to save you. والفائز معانا في فئة أفضل أداء تمثيلي راح يكون إلكا فيلي وماثيو بوريتا بدور آلان ويك. Hello and greetings from Finland. Thank you so much for this great honor, which I share with my partner in crime, the other half of Alan Wake, the wonderful Matthew Peretta. And thank you so much, Sam Lake and his whole team at Remedy, for creating such interesting and rich material for his actors to work on. It really has been a joy all the way. Thanks again, the Arab Game Awards. Have a great night. Kiitos, shukran. Hello, Arab Game Awards, and thank you for recognizing Ilka and my work as Alan Wake. It's been an incredible experience. Ilka and I have been sharing this character for 14 years, and I couldn't ask for a better collaborator. So as actors, we are only as good as the writing that we are given. So I want to acknowledge the writers and say thank you to Sam Lake, Clay Murphy, Tyler Burton Smith, for giving us such cool stuff to say and do. It takes more than writers and actors to make a game, so I also want to thank everybody at Remedy for their creativity and their hard work and their dedication. Lastly, I would like to thank Sam Lake. You all know Sam Lake. Smartly dressed, the hair, incredible dance moves. I want to thank you for your friendship and for bringing me into the Remedy family and giving me some of the most creative and artistic moments of my life. Thank you. And thank you, Arab Game Awards. Shukran. Thank you. مثل ما تعرفون، الإخراج بعالم الألعاب له أهمية كبيرة، لأنه مو بس يتحكم بكيفية سير اللعبة، بل يتحكم بكيف راح تشعر وتفكر وتتفاعل مع هذه اللعبة. تخيلوا معي، لعبة بدون إخراج مميز، ما راح تكون قادر انك تنغمس بعالم هذه اللعبة. فالفارق بين لعبة اخراجها ممتاز ولعبة اخراجها عادي او سيء هو انك راح تقضي ساعات طويلة اللعبة اللي اخراجها ممتاز واللعبة اللي اخراجها سيء من اول ساعة راح تطفيها. والليلة راح اكون مقدم لهذه الجائزة، والمرشحين هم كالتالي: FBI, drop the
live. It threatens the gods. The weave. Let's rock. This is awesome! Vandalay Technologies isn't just coming from my own. I'm sure. Miles, this is crazy! What is that? What do we do? The Lost Labs are escaping. We need to go! الفائز موجود معاي بهذا الكرت يا جماعة. ألعاب استمتعنا فيها طول السنة، والآن جت اللحظة المنتظرة اللي نعرف فيها اللعبة صاحبة أفضل إخراج. واللعبة يا جماعة أفضل إخراج تذهب لألين ويك 2. Hello everyone at the Arrow Game Awards. My name's Kyle Rowley. I'm the game director of Alan Wake 2, working here at Remedy Entertainment. And I'd like to thank you on behalf of everyone at the studio for selecting us as the winner for the achievement in directing. Now, this is the first time I've ever actually been a game director on a project like this, so I wouldn't have been able to do it without the help and support from my fellow co-director, someone you may know or heard of, Sam Lake, and obviously the rest of the amazing team we have here at Remedy. Being bold, ambitious, and taking creative risks is not easy in this industry. It comes with a lot of stress, pressure, and uncertainty, but the amazing developers we have here that we get to work with every single day took those creative ideas and turned them into something amazing when developing Alan Wake 2. So I'd like to thank you once again on behalf of everyone here at Remedy. I hope you have an amazing evening. Thank you. اوكي انا بديتها معاكم بسرعه وراح انهيها معاكم الان بجائزه من تصويت الجمهور فقط دون تدخل اي اطراف اخرى خلينا نقول، وهي جائزه لافضل لعبه اختارها الجمهور. بسم الله. This is an evil 4. مرحبا アラブゲームアワーズ、レジェンドイビル4プロデューサーの平林です。この度はファンズフェイバリットゲームの受賞、本当にありがとうございます。素晴らしいゲームが多々出た年ですけれども、ファンの皆さんに RE4 を選んでいただけたこと、開発チーム一同、そしてカプコンスタッフ全員、本当に嬉しいですし、大変意味があることだと感じています。投票してくださった皆さん、ゲームを遊んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。昨年は追加 DLC であるセパレートウェイズ、そしてレジェントイビル4 VR モードもリリースさせていただきました。こちらもぜひどうぞ楽しんでください。改めてですけれども、この度は本当にありがとうございました。シュクラン。ワーオ、レジェントイビル4、アルフマブロクラカプコムフォーズビジャイゼット لعبة الجمهور المفضلة. وعجبني الفيديو بصراحة، حسيت فيه هيك الكثير من الشغف من المطورين تجاه لعبتهم وطبعا تجاه الجائزة، تحديدا لأنها من تصويت الجمهور، لأنه في هذا العام تصويت الجمهور كان الأكبر في تاريخ الحفل. مئات الآلاف منكم شاركوا بالتصويت لجوائز هذه السنة، فشكرا لكم على التصويت. وبما أنكم شاركتوا بالتصويت، أتمنى أيضا تشاركوا بالهاشتاج الرسمي للحفل، حفل الألعاب، وتعطونا رأيكم بالحفل، بالفائزين، بالمرشحين، وبكل شيء. من حب دائما نسمع لآرائكم. للأسف وصلنا لنهاية الحفل، كنت بتمنى أحكي أكثر، أنتم بتعرفوني بتشوفوني مرة واحدة بالسنة فقط، لكن الآن رح ننتقل لشخص كل الناس بيحبوه، واحد من أفضل مطوري الألعاب في العالم بآخر 10 سنين، والفائز بجائزة أفضل لعبة في 2021. كان مفاجأة الحفل بهذاك العام، والآن هو مفاجأة الحفل لهذا العام. أعزائي المتابعين، شكرا لكم على المشاهدة، ورح أترككم مع الأسطورة جوزيف فارس. هلو، مرحبا and أهلا وسهلا. It's a great honor to present the best game for the Arab Game Awards. I mean, you all know I'm Lebanese, so it's extra special for me. Now, 2023 has been a crazy year for gaming. I can imagine it's been really hard to choose what game will win. But you know, there has to be a winner. Here are the nominees.
packed. Like I said, a crazy fucking year. Now, the best game for the Arab Game Award goes to Alan Wake 2! Woohoo! Congrats, Remedy Games! Fantastic job! And I see you guys next year. Hello, this is the esteemed Kyle Rowley of Remedy. And this is the brilliant Sam Lake, also of Remedy. Thank you, Arab Game Awards, for this overwhelmingly positive response with all of these awards for Alan Wake 2. Last year had so many amazing games, so to be awarded these awards is a great honor. Thank you so much for selecting Alan Wake 2 as the best game of 2023.